is yesterday and so is tomorrow and every day from now until forever. باربي وأوبنهايمر في طليعة السباق، إذ حصدا العدد الأكبر من الترشيحات لجوائز جولدن جلوبز، ما يوفر بداية قوية في مستهل موسم الجوائز السينمائية. فهذان الفيلمان تصدرا الصيف الفائت ترتيب الإيرادات على شباك التذاكر. سينافس فيلم باربي على 9 من الجوائز بحسب الترشيحات التي أعلنت، فيما يأمل المنظمون أن يثير الحدث مجدداً اهتمام المشاهدين وأن يطوي صفحة الانتقادات الموجهة إليه. ورشح الفيلم الذي يتمحور على الدمية الشهيرة في 9 فئات، أبرزها أفضل فيلم كوميدي. كذلك حصد 3 ترشيحات في فئة أفضل أغنية. أما فيلم أوبنهايمر الذي يتناول سيرة مخترع القنبلة الذرية، فحصل على 8 ترشيحات للجوائز، أهمها في فئتي أفضل فيلم درامي وأفضل مخرج. ويذكر أن عروض الفيلمين استقطبت حضوراً جماهيرياً كبيراً، وأطلقت عليهما تسمية باربنهايمر لتزامن طرحهما في الصالات. وأعلن الحساب الرسمي لجائزة جولدن جلوبز عن العروض المرشحة لجوائزها، أبرزهم بينما لم يتم الإعلان عن هوية مقدم الحفل بعد.